إذا نتابع معكم في هذه الصور التي نبثها عليكم، صور لعدد من المواطنين والمدنيين الذين يحاولون الخروج من مشفى النصر المحاصر من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا العدد ربما المئات وحتى الآلاف من النازحين الذين كانوا نزحوا لمشفى النصر في محاولة للاحتماء هناك، يحاولون الآن الخروج من مشفى النصر. هم حاملين للرايات البيضاء، هم يعني معلنين أنهم مجرد مدنيين لا يريدون سوى الأمن لهم ولعائلاتهم، يريدون النزوح لمنطقة آمنة. وكما تشاهدونها هم الآن يهرعون مرة أخرى دخولا إلى مشفى النصر. وعلى ما يبدو ومن الصوت الذي سمعناه يبدو أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قامت بإطلاق النار عليهم. هؤلاء هم مدنيون يحملون رايات بيضاء محاصرين في مشفى، يعني كل قوانين الإنسانية تم انتهاكها من قبل جيش الاحتلال. في الحقيقة أن حتى اللسان يعقد في التعليق على صورة مثل هذه الصورة، يعني أطفال وشباب وشيوخ ونساء يعني يعلنون أنهم، وكما نتابع في هذه الصورة، هم غير مسلحين يحملون رايات بيضاء، هم موجودين في محيط مشفى نزحوا له من الأساس احتماء به، وها هم الآن يطلق عليهم الرصاص من قبل جيش الاحتلال. حسبي الله ونعم الوكيل. نعم. وكما نسمع في هذه الصورة يعني نعم فيروزية، يعني لا إنسانية ولا ضمير هنا في هذه اللحظات من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف المدنيين الآمنين الذين حتى من خلال الإنذارات والمنشورات التي تلقى عليهم يريد الاحتلال أن يخرجوا إلى جنوب القطاع، وهم يحملون هذه الرايات البيضاء معلنين أنهم سوف يتجهون بأمان إلى المناطق التي تريد أن تخرجهم إسرائيل منها، لكن يستهدف في هذا الوقت. إذن هي محاولة حقيقة واضحة للتطهير العرقي، حتى أن منظمات المساعدات الأممية أيضا تقصف ويستشهد منها الكثيرون، كما قال مفوض الأونروا بأن هناك حوالي 100 موظف من الأونروا استشهدوا في قطاع غزة، ما يدل على أن ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي يرقى إلى جرائم الحرب والتطهير العرقي بحق المدنيين العزل الأبرياء في قطاع غزة الذين يحاولون الهروب يعني والاحتماء بمناطق آمنة، لكن يبدو أنه لا توجد أي منطقة آمنة في قطاع غزة. إذن هؤلاء هم المواطنون والأطفال الذين يتم استهدافهم وقصفهم في مستشفى النصر للأطفال في غزة، هم محاصرون إما الموت أو التهجير، لكنهم حتى لو طلبوا اللجوء والبعد عن هذه المناطق يتم استهدافهم أيضا في الطريق، وهم يتجهون إلى محاولة الاحتماء في أكثر من مكان آمن، لكن يبدو أنه لا توجد أي أمكنة آمنة في قطاع غزة نتيجة لهذا التصعيد والاستهداف الممنهج من جيش الاحتلال الإسرائيلي.